أخبار اليوم. النجمة عمرو سعد تقول النهاردة وإحنا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة في الدورة 36 هو بقى 100 سنة. انطباعك عن حفل الافتتاح وشايف الأعمال المشاركة والتكريمات؟ انطباع عن المهرجان كويس لأنه فيه حضور يعني كثيف يعني، وده مؤشر كويس جدا في الوقت اللي احنا فيه. بغض النظر عن مهرجان السينما المصري القديم اللي ليه تاريخ 36 سنة، بس الرسالة دلوقتي مهمة جدا في الظروف اللي بتمر بيها مصر. وجود الفنانين طبعا ومشاركتهم بيدعم هذا الموقف اللي انت بتؤكد عليه؟ طبعا طبعا، يعني في الوقت اللي فيه ممكن تحصل حوادث إرهابية أو كده، وجود المهرجان ده مهم دلوقتي، لأن يعني السينما والمنتج الثقافي شيء مهم جدا بالنسبة لمصر، ومشكل جزء جدا من تاريخ مصر والوطن العربي، لازم ده يرجع. هتكون حريص في بعض فعاليات المهرجان الندوات؟ انا مش حريص بصراحه بكفايه، اتفرج على قدر الامكان على اقدر، لان انا مسافر برا مصر وهرجع اتابع المهرجان وبعدين هبدا تصوير فيلمي، فمش هلحق يمكن احضر بس الختام.